الجديد يعني في 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 جانب حياة عبد اللطيف زاهد إن شئت، هو دخول يعني، وإن كان هذا الدخول لا زال في بدايته، لم أصل بعد إلى عشر مستوى شيخنا سيدي ياسين العمري، ولكن دخول يعني من باب الحمد لله أننا رأينا الأفاضل من أمثالكم يشجعون الدعاة على ولوج الجانب الرقمي والدعوة الإلكترونية إن شئتم أن نسميها كذلك، وفيها خير كثير والحمد لله، بحيث إن الداعية إذا أحسن أولا صدق مع الله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ثم أحسن أسلوب الدعوة بأسلوب يحاول أن يصل إلى أكبر فئات المجتمع من الشباب ومن الكبار ومن الصغار ومن النساء، بمعنى أنه يحدث كلا بما يحتاجه، ليس فقط ما يريده بل ما يحتاجه، لأن أحيانا بعض الدعاة يركزون على ما يريده المستمعون أو ما يريده المتلقون ويغفلون ما يحتاجه المتلقون، فيمزج هذا الداعية بين هذين الأمرين، ما يريدونه ليس يعني هو الأصل ولكن ما يحتاجونه، فيبدأ بما يريدونه ليصل إلى ما يحتاجونه عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا. فالحمد لله هذا المجال الذي لا ينحصر في رقعة ضيقة يعني التي هي المسجد أو دار القرآن أو الفصل الدراسي، بل يفتح لك يعني المجال لوصول إلى فئات داخل المغرب وخارجه وأنواع من الناس، والحمد لله الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من أهل العلم النافع ومن أهل العمل الصالح. وهذا الجانب في الحقيقة ينبغي أن يهتم به الدعاة في زماننا، فالداعية ينبغي أن يساير زمانه، طبعا أن يحافظ على أصل الدعوة، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأن يبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، العقيدة والتدرج في الدعوة وغير ذلك، ثم يستعمل الوسائل، هذه الوسائل وهذه التقنيات المعاصرة لكي يصل إلى ما يمكن أن يصل إليه بهذه الدعوة التي نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم فيها من الصادقين. آمين.